النهارده بنأكد على تواجد شركة مانتراك بكل قطاعاتها بكل التيم بتاعها. احنا بنتكلم في كل الادارات موجوده بالفعل علشان خدمه المشروع القومي دوت اللي هو الهاي سبيد ترين، سرعته 250 كيلومتر في الساعه تقريبا، محطات مركزيه، محطات تبادليه، مشروع بالفعل ضخم جدا. احنا بنتكلم في 4 مراحل، بدانا في اول مرحله هي عباره عن 475 كيلو باديه من كيلو 5 طريق العين السخنه القاهره اللي هتصل لغايه مرسى مطروح. شركه الاصل هنا واخده في النقطه اللي احنا فيها 10 كيلو، احنا واخدين 3 قطاعات، القطاع اللي احنا فيه ده 10 كيلو في الكيلو 66. النقطه اللي احنا فيها دي نقطه قطع، يمكن زي ما انتم شايفين المساطيح، واحنا قربنا خلاص نوصل لمنسوب التصميمي. شركه نجيده هنا اخده تاسيس طبقات الاساس بتاعت القطر، تمام، بتاعت خط القطر بطول 3500 متر، عندنا حوالي 2500 متر ردم منسوب واطي، احنا بنبدا نحط له طبقات تربه، والباقي عندنا بيبقى قطر عشان نوصل المنسوب التاسيس بتاع خط القطر. الحقيقة شركة مانتراك يعني دعمة قوية جدا هنا في المشروع، معداتها قوية جدا، مساعدانا اللي احنا نشتغل 24 ساعة في اليوم، الجو لو درجة حرارة عالية درجة حرارة قليلة المعدات مساعدانا وشغالة حلوة قوي معانا في الموضوع ده. يعني احنا بنعتمد على معدات كات بنسبة 90% من شغلنا يعني، فلا المعدات حتى بتدينا دفعة اللي احنا نشتغل وقت أطول يعني. معدات كاتر بيلر طبعا معروفه ان هي احسن معدات واقوى معدات في الاداء، فبالتالي هي قايمه بدور تقريبا 100% من المشروع هنا، هي كل المعدات تقريبا كاتر بيلر، اقوى معدات شغاله اداء معانا يعني. مفيش شركه تقدر تستغنى عن معدات كاتر بيلر. معدات كاتر بيلر طبعا بنستخدمها كمعدات اساسيه في اي مشروع، سواء بقى مشروع قطار سريع، سواء مشروع منشات بحريه، سواء طرق انشاءات، ايا يكن شغاله بكفاءه محترمه جدا، بتديني انتاجيه عاليه سواء مثلا في القطع، سواء في الردميات، سواء في الحفارات، ايا يكن الهراسات، الكلام ده كله واللوادر. بالنسبة لخدمات ما بعد البيع، شركة مانتراك موفرة كل قطع الغيار لأي معدة ما احنا شغالة معانا، سواء لودر، بلدوزر، جليدر، حفار، هراس، كل قطع الغيار متوفرة وموجودة، ما بتاخدش معانا وقت، مهندسين صيانة متواجدين وعلى أعلى مستوى، فالحمد لله ده برضو بيساعدنا اللي احنا ما نعطلش وننتج أعلى، ما نضيعش وقت في موضوع أعطال أو قطع غيار تيجي من بره تاخد وقت. الحمد لله كل حاجه متواجده والناس معانا في المشروع هنا دفعه قويه يعني. شركه مانتراك هنا تقريبا هي اللي اخده شغل الشركه معانا كله في الشغل مع المعدات، فبالتالي هي تقريبا هي اكتر حد بيساعدنا بصراحه في الشغل هنا في الموقع. الخدمات ما بعد البيع بصراحه الناس منتظمه جدا في كل التعاملات اللي ما بيننا يعني. شركه مانتراك شركه يعني محترمه، ان هي معروفه ان خدمة ما بعد البيع بتبقى حاجة كويسة جدا. شركاء أصليين في أي مشروع قومي إن شاء الله.